فهو ينتج أزيد من 2000 طن يوميا، منها 1350 طن يوميا من السكر الأبيض، 400 طن من السكر البني، و350 طن من السكر السائل. فبهذا الكم الهائل من الإنتاج سيساهم في توفر هذه المادة الأساسية في الأسواق الجزائرية. خصوصية هذا المصنع هو أنه حديث التكنولوجيا، يعني سي لي ديرنيير تكنولوجي اكزيستانت سور لو موند دو سوكر. ينتج 2000 طن يوميا، منهم 1350 طن سكر الابيض هذا كريستاليزي، 400 طن نتاع سكر ليكيد، و 200 طن 200 طن تاع سكر رو، يعني سي دو سكر رو رافيني مي شويه برك، ماشي رافيني، يستعمل في سيرتان باتيسري سيرتان، وميم حتى في المطبخ كاينين الناس اللي يستعملوه.